والله المستعان.
مثواي إنه لا يفلح
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا تكأ وآتت كل
ولئن لم يفعل ما
يا صاحبي
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم
وقال يا بني لا تدخلوا
إلا
وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها
إن الله
مصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماء
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين وتفصيل كل